معظم الاطفال 8 سنين و9 سنين. فلما كنت بسال اسئله مثلا من كنيسه ايه ماري مرقس، طب انت عارف ليه في كنائس ماري مرقس كتيره في مصر؟ فالواد حكى لي اه ما هو ماري مرقس هو اللي بشر وهو اللي اول واحد دخل مصر، فهو عارف وعنده معلومات. فبقول له طب انت عرفت الكلام ده منين؟ قال لي ما هي ماما بتحكي لي قبل ما انام. ف ده يعني حاجه كويسه، حاجه جميله يا ابني. آه يعني حاجه جميله جدا. فيعني رغم يعني رغم كل حاجه، بس الام يعني والبيت دوره بيكون كبير. فدي حاجه كويسه ان احنا مهما نكون او عايشين فين او في ايه الظروف، يعني ان احنا نربي الطفل ونحكي له قصص صغيره. برافو يا حبيبي، اختبار جميل خالص. برافو برافو برافو. مفتاح الأول مفتاح الرضا ونعبر عنه بالشكر. الثاني مفتاح العلاقة الشخصية بيني وبين المسيح. ثلاثة مفتاح المحبة لكل إنسان. مفتاح الرابع والأخير اللي هو مفتاح خدمة كل أحد، الخدمة